الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. على هاد الحالة اللي دار انا كنطلب ليه المؤبد من اللي انتقم من هاد المخلوقة هادي، كنطلب ليه المؤبد. اش كتجيك هاد السيدة اللي ماتت؟ السيدة اختي اش؟ اخت ديالك؟ ايه الاخت ديالي. كيفاش هاد الولد هذا تدار هاد الجريمة؟ وهاد الولد ديالها كان عادي مسكين طبيعي، ما عليه ما بيه، تدوز واحد 10 سنوات ديال السجن وخرج بلاشي شوية فيه. كم سبيطار؟ سبيطار مشى ليها واحد المدة قليلة، واحد 20 يوم قبل رمضان. داو واحد 20 يوم داو بزز، ما كيتقبلش يمشى رمضان للسبيطار. ما كيبغيش. كان دوز السجن أصلا؟ اه دوز 10 سنوات. قالت السجن هو اللي السجن هو ما كان عادي، ما كان عليه ما بيه. والسجن راه مشى ليه ولد 14 سنة ودوز 10 سنوات خرج على 24. ملي خرج مسكين خرج بلاشي فيه. أنت كأخ ديالها ملي سمعتيها باش حسيتي؟ وملي حسيتها اش نقول لك؟ ملي مشى عندي نسيبها مع صلاة الفجر، ما بقيت عرفت الباب فين جات، كنطيح الحيط نسحب هو الباب ونرجع للحيط الآخر. الباب تلف عليا فين كاين. كانت عزيزة وعزيزة عليها العائلة وفيها الحياة وفيها الأداب وفيها المعاملة مع البعيد ومع القريب. الله يرحمها ويوسع عليها. هي أختك كبر منك ولا صغر منك؟ لا صغر مني. كتقول لي بابا مسكين. ودابا حاليا الوالد مسكين عنده شي 100 ولا فايت 100 في العمر ديالي، بقى هو عندي دابا. هي اللي كتجي، هي اللي مقابله، هي اللي كتصبل لي، هي اللي تفرش لي. من غيرها هي ما كتقبلش حد يقرب لي ولا يكشف لي على العورة ديالي. هي اللي داصر عليها، هي اللي تصبن ليه، هي اللي تبدل ليه، هي اللي تفرش ليه، هي اللي ولا ما شافهاش في النهار ما كيباتش على خير. ضروري خاصو يشوف نعيمه. مسكينه كتمشي كيما قالوا لنا جينا كضرب تماره، كضرب تماره، تخدم عند الناس ومشيت من بواها، من عند الناس طرق عند بواها تتأدي معاه الواجب عاد تجي المحل. عاد ولادها 5 واقيلا؟ 5 ولا جوج بنات مجوجات معاه غير دراري 3. هذا اللي دار معاه هاد الوليمه وجوج فرد. وهذا الابن؟ نعم. اللي دار الكارثه وذبحهم. اه. قال لك عندها 10 سنين وهي هزها. اه 10 سنين وهي اللي هزها لي القفه ديالو. هي اللي هزها لي القفه مسكين. وما عندهاش، كتخدم عند الناس. اللي جابتها من عند الناس واللي عطاوها لها الناس كتدي لي القفه. يعني امراه مغربيه؟ ماشي عام مغربيه، الله يرحمها ويوسع عليها، ملقطه الرزق مع البعيد ومع القريب. شكون تقول لهم؟